مستمرين مع حضراتكم طبعا وفقرتنا التحكيمية. موجود معايا طبعا في الاستوديو بيشرفني وينورني الحكم الدولي السابق كابتن ناصر عباس. طبعا هو الحكم يعني هو يعني محاضر دولي ايضا في نفس الوقت. كابتن ناصر برحب بحضرتك ومنور قناه الاهلي، ومش عارف اقول لك مبروك ولا ايه بالظبط، لكن خليني اقول لك مبروك لكل الاهلاويه النهارده، فوز مستحق يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضرتك طبعا وبرحب بكل الساده المشاهدين، وبحييك على الاستوديو وعلى التحليل الفني كابتن شريف وكابتن ربيع كابتن وائل. حاجه جميله جدا جدا وحاجه فيها مصداقيه وفيها حياديه، دي نمره واحد. نمره اثنين كابتن محمد، خلينا نتكلم على طاقم التحكيم قبل ما نخش في الحالات التحكيم. تمام كابتن، طاقم تحكيم بشكل عام وحكم طاقم ايطالي موجود النهارده. صراحه يعني من وجهه نظري حتى اخر لحظه في المباراه الامور كانت ماشيه بشكل هادي وطبيعي، والحمد لله ان المباراه خرجت طليق باسم فرقتين الاهلي والزمالك باسم مصر بشكل كبير. بالظبط كده، نتكلم الناحيه الفنيه. الاهلي النهارده قدم مباراه كبيره جدا جدا، الزمالك قدم مباراه في حياتي طبعا ادونا كره كويسه جدا واستمتعنا بالمراحل الفنيه. خلي بالك من نيجي نتكلم على طاقم التحكيم كابتن فاروق، انا هتكلم في الاول في ثلاث عناصر مهمه جدا. اتفضل. الكلام ده مش بس للحكم ولكن لكل حكامنا الموجودين اللي اتفرجت على المباراه وشافت نقدر نستخلص، لان الراجل ده جاي بدولارات. خلي بالك الراجل ده جاي دفع له فلوس، فلابد ان احنا نستفيد منه على الاقل ونشوف حتى المدرسه اللي هو شغال فيها شغال بيشتغل ازاي. انا يمكن رصدت من خلال وجودي في المباراه نمره واحد ثقه الحكم بنفسه. خلي بالك النهارده كان هو عنده الثقه في نفسه تقدر تدي الحكم قرارات صحيحه في الملعب. كابتن فاروق طول ما الحكم عنده ثقه وما عندوش تردد في اتخاذ القرار اكيد بتدي له ثقه في الملعب وبتدي له قناعات للعيبه، يعني في لعيبه تاخد قناعات من الحكم نتيجه القرارات اللي هو بياخدها. طب هو الثقه النهارده كانت عنده ثقه فعلا، اللي زود له الثقه دي كابتن فاروق خلي بالك انا بشكر لعيب الفريقين من الاهلي من الزمالك ان هم ساعدوا طاقم التحكيم على ان هو يؤدي بهذا الشكل. مفيش اي اعتراضات، في التزام من الاجهزه الفنيه داخل وخارج الملعب، في التزام من اللاعبين بالقرارات. دي كمان بتديك ثقه في الفريق لما انت بتيجي تعمل حاجه كويسه وتلاقي ناس بتشجعك، اكيد انت بيبقى عندك الحماس انك تعمل حاجه احسن. صحيح. هو النهارده الثقه ديت من خلال ثقته بنفسه من خلال الاجهزه الفنيه والاداريه مفيش اعتراضات عليه، زودت له حته الثقه كمان في الملعب. الحاجه الثالثه اللي انا بتكلم فيها كابتن فاروق وهي كلما لما الاقي حكم عنده قراءه مستقبليه للعب. يعني ايه قراءه؟ يعني انا كحكم النهارده الناس فاهمه الحكم بينزل يحكم وخلاص، لا، في بعض الحكام عندهم ميزه كويسه قوي قوي، ازاي بقى عنده قراءه لطرق ولعب الفريقين، ازاي انك انت تعمل استراتيجيه على طرق اللعب. ليه بقول طرق اللعب؟ ليه؟ لان زي ما انت حضرتك بتتكلم على المهاجمين والتحركات والتمركزات والتلت الدفاع والهجومي، هو ذات نفسه كمان بيتكلم على طرق لعب النادي الاهلي، ازاي النهارده النادي الاهلي بيلعب، الزمالك بيلعب النهارده ازاي، وبالتالي بيبتدي يعمل التحرك بتاعه والتمركز بتاعه على التحركات بتاعت النادي الاهلي ونادي الزمالك. هتقول لي ده هو مش عارفهم، يعني في ناس تقول لك طب ده هو ما يعني ما اتفرجش قبل كده على النادي الاهلي، ولكن في حاجه اسمها ايه؟ انا الكلام ده في اول خمس ست دقائق انا كحكم من خلال خبراتي بقدر اقرا طرق اللعب ديت واعرف. وخلي بالك لما بتتغير اثناء المباراه ايضا بيبقى عندي الفكره ان انا اقدر اغير واطور من اسلوبي سواء كان اسلوب التحرك او اسلوب التمركز. تمام. برجع تاني بقول الثقه بالنفس، التزام اللاعبين. الحقيقه طبعا النهارده هذه المباراه التزام غير عادي، احترام للقرارات سواء النادي الاهلي او النادي الزمالك وكذلك الاجهزه الفنيه والاداريه، كمان عنده قراءه اللعب دي اللي قدرت في الاخر خالص نقدر ان هو نجح بشكل عام في هذه المباراه. قدم مردود كويس جدا جدا كابتن فاروق.